Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner des phrases qui sont souvent utilisées dans la classe. La première phrase. Maîtresse, je voudrais aller aux toilettes, s'il vous plaît. Mengulch, je veux aller aux toilettes. De toute façon, la question doit toujours être au futur, parce que quand tu demandes au présent, c'est pas poli. ملي كنقول لمعلمتي جو فو الي او تواليت يعني بحال لا بغيت دابا نمشي للتواليت عجبك الحال ما عجبكش يناسب القسم ما يناسبش دابا بغيت نمشي للتواليت لذلك ما كنستعملوش لو بريزون كنستعملو لو فيتور لانه الهضره ديالنا كتكون مؤدبه نقدر نقول اسكو جو بوغي الي او تواليت إلا كنتو مزيرين بزاف وباغيين تمشيو تقولوا ماتريس سيل فو بلي جو سوي بريسي دالي او تواليت جمله اخرى جي سواف اسكو جو بوغي بوار دو ما غورد سيل فو بلي في العطش واش يمكن ليا نشرب من لا غورد اللي هي هذيك القرعه اللي كتشريوها باش تبقاو تعمروا فيها الماء وتشربوا منها يعني ماشي القرعه ديال سيدي علي وسيدي حرازم هادوك كتسمى بوتي دو J'ai mal à la tête. Pourriez-vous appeler mes parents qu'ils viennent me chercher? Vienne هنا هو le subjonctif. إلا كانت كتضركم شي حاجة وبغيتو معلمكم أو لا معلمتكم عيطوا لوالديكم باش يجيو يديكم للدار. إلا كان شي حد كيزعجكم تقولوا ماتريس سامي مونبيت ولا سامي مو ديرونج. شي حد في القسم جبدكم من شعركم او لا من ودنكم او لا من التيشيرت ديالكم كتقول ماتريس سامي ماتيري لي شوفو او ماتيري لو بول او لا ماتيري لي زوغي شي حد عايرك قال لك الكاسول ولا الخايب تقول سامي مانسولت وهذا لو فيرب انسولتي شي حد ضربك كتقول سميتو وتقول ما تابي كاريما ما تابي شي حد مثلا قمشك تقول سامي ما غريفي شي حد مثلا جيفك تقول il m'a étranglé كاريما ما étranglé دفعك شي حد طيحك في الارض او لا دفعك على الحيط كتقول سامي ما بوسي بار تير او لا ما بوسي كونتر لو مور شي حد مثلا خلعك ولا خوفك كتقول سامي ما انتيميدي ما انتيميدي شي حد غوت عليك كتقول سامي ما كريي دسو مرمدنا معانا مسكين هاد سامي شي حد خدالك ستيلو ديالك ورماه لك مثلا في البوبال Sami m'a pris mon stylo et l'a jeté à la poubelle. Il est canon. Si je mal, خرين كتستعملوهم في القسم وما كتعرفوش كيديروا تقولوهم المعلمة ديالكم بالفرنسية كتبوا لي في التعاليق ونجمع مجموعة ديال الجمل ونديرهم لكم فيديو خاص.